عم اسمعك. سلمنا اللي بدنا اياه واستلم اخوك. شو المطلوب؟ المطلوب شيء بسيط كتير. فلاش صغيره موجوده عندك. شو هي الفلاشه اللي بدك اياها مقابل اخي؟ يا ريت ما تحاول تكون ذكي. انا بعرف وانت بتعرف شو قصدي. نحن بنعرف حضرتك مين بتكون ومع مين عم تشتغل. وقصة انك ضابط مكافحة هي ما عاد تمر. سلمنا الفلاشة واستلم اخوك. كمال خليني اشرح لك. شو بدك تشرحي؟ شو بدك تشرحي؟ انت وحدي كذابه، كل الوقت قاعده عم تكذبي علي. كمال مو هيك، بس انا كان. شو كان بدك؟ قولي لي شو كان بدك؟ اطلعي من بيتي، اطلعي من بيتي ما بشوف خلقتك. اطلعي من بيتي! اصحي رهف، اصحي بترجاكي، لا تعيشيني زلم تاني. أمال، أنا بحبك. ما عم بفهم عليك. الموضوع كتير بسيط، أنا بحبك وإذا بتوافقي أنا حاب أطلب إيدك. كأنك مستعجل بقرارك هاد؟ بالعكس تماما، أنا تأخرت كتير، من زمان كنت لازم أخبرك هذا الشيء. مين هدول الناس؟ كيف عرفوا بهالشي؟ أنا لازم أخبر وائل حتى يتصرف. بس شو ما صار؟ ما لازم تكون حياة نادر هي الثمن أبداً.